التحكيم هو او الحكم المرشح لاداره هذا اللقاء. يعني احنا لسه منتظرين الاعلان الرسمي، لكن احنا بنقول لحضراتكم ما يتم تداوله حاليا. هو البرازيلي اندرسون دارونكو، وهو من مواليد 81، واحترف كره اليد كان في فتره شباب، وبعد كده عمل كمدرس للتربيه البدنيه، وبعد كده اصبح حكم محترف وحصل على الشاره الدوليه، ده كان عام 2015. هو عنده دلوقتي 43 سنه، وبيعتبر من مفروض حكام الصفوه في امريكا الجنوبيه، وسبق ليه كمان اداره مباراه القمه في الدوري السعودي بين الاهلي والنصر، ده كان سبتمبر الماضي. يعني عنده خبرات قويه جدا. المفروض ان هو بيعرف كمان ان هو اقوى حكم في العالم نظرا ل يعني جسمه. ناس كتيره كانت معلقه امبارح، قال لك طب لو اي لاعب من اللعيبه اعترضت على اي قرار لهذا الحكم وده اصلا وارد، طب هو ممكن يعمل فيه ايه؟ طبعا كانت حاجات زي كده هزار على السوشيال ميديا، يعني ان هو فعلا لو في صوره يا ريت نعرضها بعد اذنكم. لا هو يعني وزنه مش عارفه تقريبا 90، طوله 188 او 190 حاجه زي كده، فهو بنيانه او شكله الخارجي يخوف، لكن ده ملوش علاقه طبعا بالتحكيم، ملوش علاقه بالمباراه، ملوش علاقه بشغله اكيد يعني. طيب خلينا نطمن وخلينا نعرف الوضع ازاي ونطمن بغض النظر بقى عن الشكل. هذا الحكم وفكره اختيارنا ليه او اختيارهم لتحكيم برازيلي، هل هو الافضل ام لا؟ خلينا نعرف طبعا من كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي معانا على التليفون دلوقتي. كابتن ناصر صباح الهنا وصباح الخير، وباذن الله ربنا يوفقنا يوم الجمعه. انا متفائله بشكل كبير جدا باذن الله. صباح الخير على حضرتك يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. متفائل يا كابتن؟ ده سؤالي الاولاني. بالنسبه للحكم ولا بالنسبه للمباراه؟ لا بالنسبه للمباراه الاول. طبعا حضرتك بتتكلمي كلام جميل جدا. عاوز اقول حاجه بدايه، ان اذا كان هذا الحكم هو حكم المباراه، هو انا بعتبره حكم من الحكام المحظوظين ان هو بيدير ديربي الاهلي والزمالك اللي بيعتبر اقوى واهم الدربيات على المستوى الافريقي والعربي. وده مش كلام ولكن دي حقيقه فعلا، بل على مستوى العالم الهواند يعني هو بيحتل مركزا متقدما في الدربيات العالميه. فهو محظوظ، يعني هو محظوظ ان شاء الله ان هو ادار المباراه، ان يتحط في السي في او في تاريخه التحكيم ان هو ادار هذه المباراه الكبيره بين الاهلي والزمالك. هاخد من حضرتك حاجه مهمه جدا وانت كنت بتتكلمي من شويه عليها، ونفسنا نشوف متعه كرويه من اللاعبين، ودي مباراه كبيره قوي قوي كل بيشاهدها يا نهاوند. انت اتكلمتي في نقطه مهمه جدا، المتعه. والمتعه لا تاتي ابدا من اللاعبين فقط داخل ميدان اللعب ولا من الجماهير، ايضا المتعه بيدخل فيها عنصر التحكيم. هتقولي لي ازاي الكلام ده؟ هقول لك ان الحكم دايما وابدا بيبقى عنصر اساسي في اضافه المتعه لهذه المباراه. ازاي؟ يعني قلنا ان الحكم لما بتكون قراراته التحكيميه عادله بيكون وسيله مساعده للاعبين داخل الملعب مش وسيله ضغط، وده شيء صح. مهم جدا صح. ان انت بتدي ارتياحيه للاعبين في الملعب ان هم يلعبوا براحتهم، ما تبقاش انت ضاغطهم او يعني انت عندك القانون وبتستخدم القانون وسلطه القانون، ولكن القانون في تحقيق العداله التحكيميه. صحيح. ده بس مبدئيا بنتكلم عشان البعض يمكن خد الموضوع ان هو حكم قوه بدنيه وجسمانيه، لا هو الراجل هو ده تكوينه، ولكن اكيد التحكيم بيبقى ليه شكل تاني خالص. ايوه ما قعدوا يهزروا ويقول لك ده لو اعترضنا زي ما كنت بتكلم، يعني طبعا يعني في السوشيال ميديا كابتن ناصر ما يعني ما بترحمش يعني بالظبط ده العادي، بس هي ملهاش علاقه طبعا بالاحترافيه وبشغله والكلام ده طبعا شكل تاني. هنروح للحكم الهواند، هو زي ما حضرتك قلت كده وسردت السيره الذاتيه ليه. هو 43 سنه حكم دولي من 2015 او 14، يعني لم يحالفه الحظ في ان هو يروح كاس عالم 2014 في البرازيل، لان هو كان لسه حصل على الشاره الدوليه في هذا العام. اللي بيروح كاس عالم بيبقى على اعتقد بيبقى يعني بيقعد فتره عقبال ما الاتحاد الدولي بيراقبه وبيشوف مبارياته. بس هو كان عنده فرصه ان هو يروح 2018 كاس العالم اللي هي في روسيا، للاسف هو لم يرشح لهذه البطوله. وكان عنده فرصه ان هو يروح 2022 في قطر اللي هو كاس العالم في قطر، ايضا هو لم يذهب لكاس العالم. هو مصنف في امريكا الجنوبيه، ادار مباريات في كاس الليبرتادورس، وادار بعض المباريات في كوبا امريكا. اعتقد التصنيف مش عالي قوي، يعني تصنيف في التحكيم مش جامد قوي، ولكن انا يهمني، يعني انا يهمني احيانا بيبقى الحكم مصنف على مستوى عالي نهاوند وبيبقى مش موفق، انا يهمني ان هو يكون موفق زي ما قلت حضرتك المباراه،
هيبقى التحكيم وحكام الفار ليهم دور كبير جدا 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 في ان المباراه تخرج بالشكل اللي يليق بيها وبالترتيبات اللي اتعملت لهذه المباراه. تحكيم